صار اللي عايشينه هم بالقطاع الشرقية بظل سبحان الله لرمضان فيه بهجة خاصة، يعني رغم الوضع المأساوي اللي عم نعيشه والأوضاع الصعبة اللي مرت عليها القطاع الشرقية من وضع الاقتتال اللي تم بين الفصائل ومن بين القصف اللي عم نعيشه، صراحة بظل بالقطاع الشرقية وبأجواء رمضان خصوصا أجواء بتخلي البني آدم صراحة يحس بالأجواء الروحانية. الحمد لله يعني حالة من السرور عايشينها نحن بالقطاع مع بعض هيك المنغصات اللي نغص علينا، مثل ما حكيت لك موضوع الاقتتال بين الفصائل وموضوع قصف الطيران اللي ما عم يهدى علينا. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد. سوس بارد وإن شاء الله الله بيفرجها على المسلمين أجمعين. والله نحن عم نبيع سوس لنربي هالأولاد، والجو الحمد لله شوفت عينكم جو رمضان والله يفرج، والحمد لله عم نبيع شوية سوس وعم نعملين البسطة، عنا 7 أولاد عم نربيهم وشوفت عينكم ما في حدا، ما حدا عم بعت لنا شيء، عايشين. قرب يا سوس، يلا بارد يا سوس. I'm